السلام عليكم ورحمة الله، أعزائي وزملائي في كل مكان، مرحبا بكم. هذا عاطف علي كلوب، رئيس فريق التدريب ومنسق برامج التدريب الفني في المركز الوطني لمكافحة الملاريا ونواصل الأمراض. اليوم سيكون نشاطنا أو محاضرتنا بعنوان دليل خوارزمية إدارة حالة الملاريا. إخواني، بس بحب أعطيكم نبذة إن معظم حالات الملاريا تكون بسبب بسيط جدا ممكن تؤدي إلى الوفاة أو إلى مضاعفات. وعلى حد علمي معظم الحالات اللي أنا تبعتها خلال حياتي في الملاريا، معظم إذا لم يكن كل الحالات التي دخلت في ICU للأسف انتهت بوفاة. فكيف نوجد شيء ما يدعو المريض للدخول أو قبل الدخول أو نمنع دخوله إلى ICU وأن تتطور حالته بشكل حاد ليذهب إلى العناية المشددة؟ ممكن في إجراءات بسيطة لو اتبعت وضع خوارزمية أو دليل لإدارة حالة الملاريا، حاجات بسيطة جدا ممكن تمنع تدهور حالة المريض. كما أحب هذه المحاضرة للمتلقي حتى تعم الفائدة، يجب أن يكون لديه معلومات لا بأس به إن لم تكن كاملة عن موضوع الملاريا. ولذا أحبب عدم المشاركة في هذه الملاريا إذا لم يكن يوجد مسبقا معرفة عن الملاريا، بالذات عن آلية انتقال الملاريا. ستساعد على فهم هذه المحاضرة بشكل أبسط وأكثر سهولة. لنبدأ على بركة الله. الأهداف التعليمية لهذه المحاضرة: في نهاية هذه المحاضرة يجب أن يكون المتلقي قادرا على أشياء، لكن قبل هذه الأشياء يجب أو تتطلب الإدارة الدقيقة والفورية لحالات الملاريا أن يكون جميع مقدمي الرعاية الصحية قادرين على التعرف على علامات وأعراض الملاريا بشكل صحيح واعتماد التشخيص الصحيح، التأكد من التشخيص باستخدام الاختبار المناسب، تقديم العلاج الصحيح والفوري وفقا للإرشادات حسب السياسة الدوائية الوطنية المتبعة، التعرف على أهمية الالتزام الكامل بجداول العلاج، التعرف على علامات الخطر للملاريا الشديدة المعقدة والتصرف على الفور، تحسين معرفة المشاركين ومهاراتهم وكفاءاتهم لفهم أسس تشخيص الملاريا وعلاجها بشكل أفضل، تخطيط وتنفيذ خدمات إدارة حالات الملاريا، فهم صياغة سياسة العلاج المضاد للملاريا، معرفة العلاقة بين المظاهر السريرية ووجود الطفيلي في الدم، معرفة الخصائص البيولوجية لأنواع البلازمودم المختلفة والسمات السريرية المرتبطة بالملاريا التي تسببها كل منها، القدرة على تحديد الملاريا الحادة الشديدة والغير حادة. مقدم: الملاريا كما نعلم مرض طفيلي معدي تسببه طفيليات من جنس البلازموديوم وينتقل عن طريق لدغ إناث بعوض الأنفلس، ويتميز بأعراض متكررة مثل القشعريرة والحمى وألام الجسم العامة. وأنواع الملاريا الخمسة التي تصيب الإنسان هي المتصورة المنجلية، المتصورة وترجمة للبلازموديوم، والمتصورة النشيطة المقصود فيها الفيبر، والمتصورة البيضوية، والمتصورة الملاري، والمتصورة النولسية. تم العثور على المتصورة المنجلية الفارسيبارام في جميع أنحاء العالم وخاصة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وهو النوع الرئيسي الذي يسبب الملاريا الشديدة الحادة والمميتة. كما تم العثور على بلازموديوم فايبرات بشكل رئيسي في آسيا وأمريكا اللاتينية وفي بعض أجزاء من أفريقيا. تظهر الأدلة الحديثة أن بلازموديوم فايبرات يمكن أن تسبب مرضاً شديداً. المتصورة بلازموديوم فايبرات والبيضوية لها مراحل كامنة في الكبد والتي يمكن أن تنشط وتغذو الدم مرة أخرى لتسبب انتكاساً سريرياً بعد عدة أشهر أو سنوات من الإصابة الأولى. لا تصيب المتصورة
بلازمودين فيروس الافراد الذين تكون الار اتش الدم سلبيه كالعديد من سكان افريقيا. توجد المتصورة البيضوية في الغالب في دول غرب أفريقيا وجزر غرب المحيط الهادئ، وهي تشبه إلى حد بعيد المتصورة بلازموديوم فايفاكس بيولوجيا ومورفولوجيا. ومع ذلك على عكس المتصورة النشطة للفايفاكس، يمكن للغزالة أن تصيب الأفراد الذين تكون الـ Rh في الدم سلبية والعامل الرئيسي، وهذا يفسر الانتشار الأكبر للمتصورة البيضوية بدلا من البلازموديوم فايفاكس في غرب افريقيا. يعاني عدد قليل من المرضى من مضاعفات خطيره مثل المتلازمه الكلويه. تم العثور على المتصوره او بلازموديوم نولسي في ماليزيا وتايلاند ودول جنوب شرق اسيا، وينتقل بشكل رئيسي في الغابات وعلى طول اطفال على طول اطراف الغابات. لماذا؟ لان قبل ذلك، قبل ان تصيب الانسان، كانت موجوده وتصيب أنواع من القرود من فصيلة المكاك الموجودة في جنوب شرق آسيا. تحت المجهر ميكروسكوبيا لا يمكن تمييز النرسي عن الملدي. تحت المجهر نفس الأشكال لجميع أطوار الطفيلي. يميز بين المتصورة النرسي والمتصورة الملارية بلازمودي الملدي وبلازمودي النرسي في المختبر عن طريق التشخيص بوسيلة البي سي آر. وفترة دورة الشذمي هي 24 ساعة، لذلك نقول يجب أن يكون لدينا علم أو background مسبق عن آلية انتقال المرض حتى نعرف الشذمي سايكل. فهي الشذمي اللي هي لما يدخل الميريزويت كرات الدم الحمراء، الفترة اللي بيستغرقها حتى يصبح شايزون، هذه في المرسي 24 ساعة، وهي أقصر المدد مقارنة بأنواع الملاريا الأخرى، لذلك تصبح خطيرة. يمكن أن يسبب المرسي مرضا شديدا وموتا لدى بعض الأفراد، لأن كل يوم كل 24 ساعة بتضاعف، بينما في الأنواع الأخرى ما عدا الملاري كل 72 ساعة، باقي الأنواع الثلاثة كل 48 ساعة كل يومين، لكن المرسي كل يوم بنفجر الشاذون وبتضاعف الإصابة. والملاريا مرض خطير وقاتل يقتل مئات الالاف من الناس سنويا، وحتى قبل ظهور كوفيد 19 كانت المشكلة العالم الاولى الصحية الملاريا. وعلى الرغم من توفر الادوية الفعالة ضد طفيليات الملاريا وطرق التشخيص الحساسة والدقيقة، الا انه يظل هذا العدد الكبير من الوفيات الناجمة عن الملاريا. وهذا بمعنى نتساءل، موجود ادوية فعالة، موجود تشخيص دقيق، لماذا ما زالت هذه الأعداد الهائلة من الوفيات سنويا؟ ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو عدم اتباع إجراءات صحيحة للتعامل مع حالة الملاريا، حيث تم وضع خوارزمية معايير صحيحة موصى بها لإدارة حالة الملاريا. واحدة من أفضل الخوارزميات لإدارة الملاريا التي أعدتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض CDC، على الرغم من السمعة العلمية الجيدة والموثوقية الجيدة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، إلا أن هناك بعض الملاحظات حول الخوارزمية التي اعتمدتها، وسوف تنعكس بعض هذه الملاحظات على المرضى الملاريا سلبا، مما يعرضهم لخطر قد يؤدي إلى الوفاة. هذا الموضوع الذي نحن بصدد بحثه يسلط الضوء على المعلومات غير الدقيقة التي تضمنها أو تم تضمينها ونشرها في خوارزمية إدارة الملاريا والتي أعدتها مراكز السيطرة على الأمراض، ولماذا يجب تعديلها ومراجعة النسخة المعدلة ثم تقييمها. الملاحظات التي تم تسجيلها والتي ستتم مراجعتها خلال هذه المحاضرة تتعلق بالتشخيص المخبري، حيث في مجال تخصصي رغم وجود ملاحظات مهمة في العلاج تحتاج كذلك إلى تعديل، إلا أنها خارج مجال تخصصي، لذلك أتركها لذوي الاختصاص. قد أقدم اقتراح لكن ليس مجالي، في ناس أكيد أفهم مني في هذا الموضوع. كلا الموضوعين الملاحظة والتعديل مبنيان على حقائق وبديهيات علمية مثبتة فيما يتعلق بالملاريا، سنتناولها جميعا إن شاء الله. وقبل أن نبدأ دعنا نعثر على إجابات للأسئلة التالية: هل الكشف المبكر عن الملاريا وعلاجها هو المفتاح؟ من أخواني هذا العبارة أو المصطلح يتكرر
في كثير من المراجع المتعلقة بالملاريا. كثير مراجع بحكم خبرتي الطويلة في مراجع حتى من مراكز علمية ومراكز أبحاث أو جامعات أو من الصحة العالمية نفسها، هذا المصطلح يتكرر كثير في مراجع كثيرة، دائما يقولون بالضبط بالحرف الواحد إن الكشف المبكر عن الملاريا والعلاج هو المفتاح. Early detection and treatment is the key. لذلك أنا الآن بطرح السؤال، هل الكشف المبكر عن الملاريا وعلاجها هو المفتاح؟ الجواب المحتمل الوحيد نعم أو لا. إذا كان الجواب نعم، دعونا نجد إجابة للسؤال التالي، هل يوجد مثل هذا العدد الهائل من حالات الوفاة الناجمة عن الملاريا على الرغم من توافر علاج فعال وطرق تشخيصية مخبرية حساسة والعديد من حالات الوفاة هذه تم اكتشافها مبكرا؟ يعني الحالة اللي تم وفاتها قد كشفت أساسا مبكرا وتناولت علاجا فعالا وشخصت تشخيصا دقيقا، ومع ذلك دخلت في كومبليكيشن في وفاة وتوفت. كذلك الإجابة لهذا السؤال نعم أو لا، نعم أو لا، لم نسأل هل، نعم أو لا. إذا كانت إجابة السؤال الثاني نعم، فهذا يعني بالتأكيد أن إجابة السؤال الأول لا، فيها شوية فلسفة بسيطة. يعني إذا كان نعم، في ناس بتموت رغم أنها يعني عولج بعلاج فعال واكتشفت مبكرا والتشخيص صحيح إلى أنها ماتت، معناته السؤال الأول أكيد إجابته راح تكون لا، هل الكشف ليست المفتاح. أما إذا كانت إجابة السؤال الثاني لا، فهذا يعني بالتأكيد أن إجابة السؤال الأول هي نعم. يعني إذا كانت نعم السؤال الثاني إنه في حالات إذا كانت الإجابة لا، ما في حالات توفت إنه اكتشفت مبكرا وأخذت العلاج اللازم وتوفت، ما في هذا الكلام، معناته السؤال الأول نعم الكشف المبكر عن الملاريا وعلاجها هو المفتاح. دعونا الآن نخبر، تؤكد الحقائق العلمية والخبرة العملية في مجال الملاريا أن الإجابة الوحيدة عن السؤال الثاني هي نعم. لماذا؟ العديد من الحالات التي تم الكشف عنها مبكرا وتلقت العلاج الفعال ورغم ذلك تنتهي هذه الحالات للوفاة، وهذا بخلينا نسأل لماذا؟ طبعا الإجابة راح تكون خلال هذه المحاضرة. هذا يعني أن إجابة السؤال الأول يجب أن تكون لا، في عندي حالات كشفت مبكرا وشخصت وأخذت علاج فعال لكنها توفت، يعني ليست المفتاح. وبالتالي هذا يضعنا أمام تساؤل، ما هو المفتاح الحقيقي أو المفاتيح الحقيقية لمريض الملاريا الآمن، الأمن أو حماية مريض الملاريا؟ أحد هذه المفاتيح المقترحة هو إعداد دليل وخوارزمية لإدارة حالات الملاريا بواسطة فريق يتكون، يفضل أن يكون الفريق كومبليمنت، كل واحد يكمل الآخر، يتكون من طبيب وصيدلي وفني مختبر كخبراء أمضوا بالفعل الكثير من الخبرة العملية في مجال الملاريا، ويمكن إضافة طواقم من الناس لهم نفس الخبرة. أن تتوافق هذه الخوارزمية مع الحقائق العلمية المتعلقة بالملاريا ولا تتداخل أو تتعارض مع أي جزء متعلق بالملاريا من جميع الجهات مثل التشخيص السريري أو التشخيص المختبري أو العلاج والمتابعة الشاملة للحالة أثناء وبعد جرعات العلاج. المتابعة الشاملة مقصود فيها أولا التأكد من صحة تقرير التشخيص المعملي الأول للحالة، اتباع سياسة العلاج الدوائي للملاريا، مراقبة المريض إذا تقيأ بعد 30 أو 60 دقيقة من تلقي جرعة العلاج، وإحنا نعلم من السيمتومز أو الأعراض الأساسية في الملاريا اللي هي القيء، كثير طبيعي إنه يتقيأ المريض، فإذا حدث القيء بعد 30 دقيقة من تناول الجرعة ينصح بتكرير الجرعة كاملة، إعادة الجرعة كاملة. أما إذا حدث القيء بعد 60 دقيقة ينصح بتكرير أو بإعادة نصف الجرعة. ومتابعة استجابة المريض للعلاج،
من خلال مراقبة كثافة الطفيليات في الدم. يجب على الطبيب المعالج أن يطلب باستمرار فحوص. أوكي، تأكدنا أنه إيجابي عنده ملاريا ونعطيه علاج، لكن كل فترة من الزمن يطلب كاونتنج وبروستينيا دنسيتي، استيميتد بروستينيا دنسيتي، يعرف المريض حالته بتتحسن أو لا، مستجيب للعلاج أو لا. أول بأول، لأن عامل الزمن والوقت مهم جدا يا إخوان في حالة الملاريا. ممكن مريض الملاريا بعشر دقائق تشوفه عادي تتكلم معاه، بعد 10 دقائق يدخل الكوماتوز. في حالة الإصابة بالمتصورة النشيطة للفيروس والالتهابات البيضوية الأوبالي، آسف النقطة قبل ما حكيناها، ما تحقق من نتيجة اختبار السلبية للحالة بعد آخر جرعة علاج. سكند، نعمل أنه أوكي سلبي. في حالة الإصابة بالفيروس أو الأوبالي، تحقق من أن المريض قد أكمل جميع جرعات العلاج وخاصة جرعة اللمدماكوين. اللي بيصير يا إخوان بعد المريض 3 أيام من الكلوروكين بتعافى إن شاء الله وبحس حاله طبيعي 100%. جرعة البريماكوين تستمر 14 يوم، فممكن ياخذها يوم يومين، ممكن ما ياخذها وما يستكملها لانه حس حاله انه طبيعي 100%. ولما يقارن نفسه بعد البريماكوين، بعد سوري الكلوروكين، وقبل ايام اثناء فتره الاكيوت، فتره الهوم ريد، يعني فيش مقارنه، الان حاسس نفسه 100% طبيعي. فبعض كثير ما خلص انا طبيعي نورمال، ما بستكمل الجرعه. ليش؟ لأن ما عنده أي فكرة عن موضوع الريلابس أو الانتكاس. في حال الإصابة المتصورة المنجلية، يجب مراقبة تقارير المعمل عن وجود مراحل النواشط المتأخرة اللي هو ديت ستيج أوف تريزويد، أو مراحل الانفصام اللي هي السايزونز، أو كليهما، لأن هذه مخاطرها يعني بتعطي مؤشر خطر عالي. وأعطيكم بس مثال بسيط خلال خبرتي في الملاريا، امتدت إلى 40 سنة في المختبر، شاهدت عشرات الآلاف من حالات الملاريا البوزيتيف بالفاسيبارا. تصوروا من ضمن عشرات الآلاف الحالات التي شاهدتها في الميكروسكوب، فقط شاهدت 8 حالات طول فترة حياتي وخبرتي في الملاريا، شاهدت فقط 8 حالات تحتوي فيلم الدم او عينة الدم في الميكروسكوب تحتوي على سايزونز وتروفيزويد، والثمانية للاسف قد توفوا. وهذا دليل على خطورة وجود هذا الطور في فيلم الدم. اساسا العينة بتكون جايينة من الاي سي يو، او المريض راح يدخل كوماتوز. فوجود السايزون والتروفيزويد بالذات من عينة مأخوذة من الاصبع الدم طرفي، وجودها خطر جدا، لان النون كومان، الكومان في الفالسيبارا انه نشوف رينج فورد اونلي او رينج فورد جيميتوسايت، غير شائع نشوف تروفيزايت وسايزوت الا بالحالات الحاده والقادمه. هذا اخواني الاوريجينال كوبي للسي دي سي الامريكي، خوارزمي اللي وضعوها المركز لمراقبة الأمراض الأمريكي، هذه النسخة الأصلية. إيش بيحكوا؟ إذا في فيبر، هذه ما أنا ما ترجمتها، أنا بحكي لكم إياها الآن إن شاء الله ترجمة. إذا في تاريخ للحرارة صار يعني تكرر تيجي الحرارة للمريض، وتاريخ سفر لمناطق موضوعة في الملاريا، إيش بيقترح الخطوة الأولى؟ بقول بريفار ثيك اند ثين بلاد فيلم سميرز اند ريد ويذن فيو اورز. حضر للفيلم عين الدم فيلم سميك وفيلم خفيف وخلال ساعات. وانا هنا هذه اول ملاحظه، بحاجه لتعديل ويذن فيو اورز. ورايحين نتكلم الجستيفيكيشن، المبررات ليش هذه بدها تعديل 100%، مع احترامنا للسي دي سي الامريكي. هنا فحصنا فيلم الدم، احتمال يطلع بوزيتيف او نيجاتيف. اذا نو بوزيتيف، انا بحكي نعيد الفحص خلال 12 ل 24 ساعه
عدة لثلاث مرات. برضه خلال الإعادة الأولى الثانية الثالثة إذا ممكن يطلع بوزيتيف ممكن نيجاتيف، إذا نو مش بوزيتيف الثلاث مرات المرة الأولى خلاص ممكن حالته إحنا بنحاول الدكتور يشخصه إشي ثاني إنه مش ملاريا. لكن في حالة طلع بوزيتيف إيش بحكي لنا؟ من السمير اللي حضرناه لا اكتشفنا إنه بوزيتيف عينة الدم، احسب البراستيميا كثافة الإصابة الطفيلية قاد 8 سبيسيز وحدد الأنواع نوع الملاريا. كمان هذا أخوان عليها ملاحظة وبحاجة لتعديل وسنذكر في حينه المبررات. فإحنا بنبحث على خوارزمية دقيقة جدا أخوان، هذا تعني حياة مريض، أمور بسيطة جدا. الآن بحكي سيفير ملاريا أور بيشن أن إيبر أو مش قادر يبلع الدواء بحسب إذا حادة وشديدة أو مش قادر يبلع البلاء فبحسب النوع الملاريا نتبع التالي. كمان يا إخوان هذه الكلمة في عليها ملاحظة سيفير ملاريا، أنا الآن كيف بدي أعرف السيفير ولا مش سيفير؟ او الطبيب كان بده يعرف، لازم يكون قادر نسأل دليل يحدد ايش هي السبب ملاريا. فهنا بقول ندخل المريض في هيك حاله ل الاي سي يو، وطبعا هذا الدليل امريكي فبيحكي انه نتصل بالسي دي سي احنا في الملاريا، نتصل في المركز الوطني لمكافحه الملاريا نبلغ على مثل هيك حالة. هنا بقى أعطيه في العضل انترافينوس أو في الوريد أرتوسيميات. أوكي. أو أنا أخوان هذه الأدوية زي ما تكلمتكم يعني مش تخصصي، بس زي ما هي مثلا مش راح نناقش فيها. لو ما هو ممكن نعطي أرتميثر أند لوفالترين أو أوكيم وبروجينال أوركينين أورث نو أذر أوبشنز أعطي ميفلوكوين. هان مونيتر بعدها بقول مونيتر براستيميا وراقب الكثافة الطفيلية كثافة الإصابة الطفيلية إيفري 12 إلى 24 أور. كذلك يا إخوان عليها ملاحظة وبحاجة إلى تعديل. وبرضه نتابع فلوينج العلاج، نعطي أرتوسيميات كومبليت أو أرثوميتر ولومفرتين أو ألوكوين وبروجنار أور دوكسيسايكلين أور كليندا مايسين أور إذ نوت أذر أوبشنز لما في خيارات أخرى بنعطي ميفلوكوين. هان إذا أنكمبليكيتد ملاريا غير حادة، طبعا إحنا طلبنا حطينا إشارة على الحادة عشان نعرف نفرق بين الحادة والغير حادة الكمبليكيتد والأنكمبليكيتد. أنا أول خيار إذا فايباكس في مناطق كلوروكين ريزيستنت مقاوم للكلوروكين بنعطي أتفكون أو بروجنال أو أرتميثر أو لومفالترين أو كينين زائد تتراسايكلين أو دوكسيسايكلين أو كليندا مايسين أو ميفلوكوين. بلس طبعا بالفايباكس احنا حكينا الفايباكس الاوفالي بيعملوا ريلابس في اطوار كامنه في الكبد بتضل الهيمنوزويد، بس ما بنعطي بريماكوين الا اذا الجي 6 بي دي ديفيشنس لازم ينعمل في المختبر ما في ديفيشنسي او ما يعطى للاطفال دون السادسه عشره. اما الطبيعي ما في نقص جي 6 بي دي يعطى لبريماكوين لانه اساسا بيكسر الكريات.
إذا أوفالي أو فايفاكس في مناطق ما مقاومة للكلوروكين، الكلوروكين يعني فعال عليها، بنعطي كلوروكين أو هيدروكسي كلوروكين، بالإضافة طبعا للبريماكوين برضه بعد ما نعمل فحص جي 6 بي دي ديفيشنسي. إذا بلازموديوم ملاري بنعطي كلوروكين أو هيدروكسي كلوروكين. الملاري ما بحاجة لبريماكوين لأنها لا تنتكس. إذا فالسيبارم أو نورسي أو سبيسيز ما مش قادرين لسه، ما حددنا في ضعف إمكانيات المختبر، يعني ما تحدد إيش هو. أول إذا نورسي كلوروكين أو هيدروكسي كلوروكين. إذا فالسيبارم أو إيش مش محدد، admit to hospital and monitor for disease revision. إذا فالسيبارم أو سبيسيز أوسو نوت يت ايدنتيفايد، إذا فالسيبارم في مناطق نوت كلوروكين ريزيستنت، هذه برضه أنا كلمتكم يعني ما راح أحط يعني كومنت على العلاج، بس عند معلوماتي المتواضعة إنه كل الفالسيبارم سترينز، كل فصائل الفالسيبارم في العالم كله، المعلوماتي ممكن أكون مخطئ، مقاومة للكلوروكين كل الفالسيبارم. أنا ذاكر إنه في مناطق ممكن ما يكونش مقاومة، بس عند علمي إنه كلها الكلوروكين ما بينفع مع الفالسيبارم. فبحكي لنا سوري، هل إذا أعطي كلوروكين أو هيدروكسي كلوروكين؟ هذه برضه بتركها لأصحاب الاختصاص، أكيد أعلم مني. إذا الفالسيبارم في مناطق مقاومة للكلوروكين أعطي أوتوبكوين أو بروجينار أو سوري أوتوبكوين مع بروجينار أو أرتميتر مع لوفنترين أو كينين مع تتراسايكلين أو دوكسيسايكلين أو كليندا مايسين او مفركوي. برضه الان اذا بحكي في مناطق الفالسيبارم فيها ريزيستنت للميفركوين، بنصح انه نعطي اتلوكين او بريجنال او ارتميتر ويد لوفترين او كنين بلاس تتراسايكلين او دكسيسايكلين أو كليندا مايسين. طيب الآن نيجي للتعبيرات التي تحتاج إلى تعديل أو تصحيح أو إضافة اللي علمنا عليها بالدائرة الصفراء للشريحة السابقة، هي عمل مسحات دم سميكة ورقيقة وقراءتها خلال ساعات قليلة أو في ساعات. أنه الآن الملاحظة على الساعات. يكون التعبير بعد التعديل كما يلي، نفس الكلام بس بدنا نضيف أو نبدل الساعات القليلة ب 30 دقيقة. إجراء مسحات دم سميكة ورقيقة وقراءتها خلال 30 دقيقة. المبررات: تحضير فيلم الدم باتباع الإجراءات القياسية الموصى بها من الصحة العالمية تحتاج إلى 20 دقيقة فقط. إذا تبعته أو عندكم فكرة أو باك جراوند ان العينه ال 10% جنزس دين بالميشن بدها وقت 10 دقائق صبغه و 10 دقائق تحضير الفيلم وحتى يجف ونغسله ثواني، بنغسله بعد انتهاء الصبغه 20 دقيقه على اقصى حد نكون انتهي، و 10 دقائق لان احنا مختبر ملاريا يعني خبره ملاريا نبدا 10 دقائق حتى يعطي النتيجه. لان الان العامل الوقت يا اخوان زي النقطة الثانية، عامل الوقت مهم جدا في حالة الإصابة بالملاريا، فقد تكون الحالة مستقرة وتصبح غير مستقرة وتدخل في مرحلة المضاعفات أو الغيبوبة في غضون 10 إلى 15 دقيقة. طبعا إذا رحتوا لمحاضرة آلية انتقال الملاريا بتكون الموضوع هذه الملاحظة سهل جدا فهمها، الآن بدها شرح كثير، بس هذا ممكن يعني هذه حقيقة علمية في مجال. النقطة الثانية اللي بحاجة إلى
التعديل المذكور الأساسي في الجريف الأمريكي من فيلم الدم حسب حساب الطفيلة أو عد الطفيلة والكثافة وتحديد الأنواع. الآن التعبير هذا بده تعديل وإضافة. بعد التعديل والإضافة تصبح فيلم الدم من فيلم الدم نحسب الطفيلة أو نعد الطفيلة والكثافة الإصابة الطفيلية وتحديد الأنواع والمراحل الستيجز المبررات فيما يتعلق بالأهمية لتحديد وجود أطوار التروفيزويت المتأخرة ليت ستيج في التروفيزويت ومراحل السيزون في الإصابات المنجلية الفالسيفارة لأنها تشير إلى حالات متقدمة إلى حالات أدفانس ستدخل في مضاعفات إن لم تكن أساسا في المضاعفات وفي غيبوبة. كلمتكم مثال السابق إنه 8 شرائح الحياة في فالسيفارة فيهم تروفيزويت وسيزون والثمانية للأسف انتقلوا إلى رحمة الله. اثنان وجود مرحلة الخلايا الموسمية اللي هي الجاميتوسايتات. أحيانا بس نلاقي جاميتوسايت فقط في مسحة الدم يعني ما يلي. المريض ليس بحاجة للدواء وهذه المرحلة سوف تختفي وحدها فيما بعد. كذلك هذا الأمر سهل وواضح جدا في محاضرة آلية انتقال الملاريا لأن الجاميتوسايت في دم الإنسان غير قادر انه ريسايكل او يعيد انتاج نفسه مرة تانية او ينقسم او يتكاثر بضل كجينيتوسايت ولا بيعمل شيء نشط في جسم البعوضة. لذلك الان لو ظهر لوحده في سريح الدم خاصة بعد جرعات العلاج لو جينا بعد 6 ساعات ثاني يوم ما راح نلاقيه بالنهاية ما راح نلاقيه راح يزور لوحده بدون علاج عمره الافتراض انتهى راح يزور. لكن بالنسبة لأثره على المجتمع مريض في حالة مثلا لو مريض الآن في الإمارات مع الناس الحمد لله انتقال مرض ملاريا نقول له أوكي روح روح أنت تمام. لكن نفس المريض هذا لو أنا في دولة موبوءة متوطن فيها الملاريا يجب عزل هذا المريض حتى تختفي هذه المرحلة من دمه خاصة إذا كان يعيش في منطقة موبوءة لأنه سيكون بؤرة انتقال المرض. كذلك هذا الأمر يفهم جيدا في حالة متابعة محاضرة آلية انتقال المرض لأن الجاميتوسايت هذا الطور هو الطور المعدي للبعوضة. البعوضة حتى تلدغ الإنسان إذا هذا الموجود الطور في دم الإنسان هو الذي يعدي البعوضة وتصبح البعوضة معدية. الأطوار الأخرى لا تؤثر في البعوضة تهدمها معدة البعوضة لكن الجاميتوسايت غير قادر معدة البعوضة على هضمه ويكمل دورة الزوجية في جسم البعوضة. لذلك أكرر مرة ثالثة هذه المحاضرة ستكون أسهل إذا تابعنا قبلها محاضرة آلية انتقال الملاريا. الملاحظة الثالثة الملاريا الحادة الملاريا الحادة أو إذا المريض غير قادر على تحمل الأدوية عن طريق الفم بغض النظر عن الأنواع يجب إضافة إرشادات توضح معنى حالة الملاريا الشديدة كما هو موضح في الجدول عندنا. احنا في خلال الألغوريثم احدى الخطوات تحكي لنا إذا الحالة complicated أو severe اعمل كذا 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 إذا uncomplicated اعمل كذا وكذا. أنا كيف لي أن أفرق بين الحادة والغير حادة؟ لازم أحط دليل أو أشياء استرشادية تبين للطبيب المعالج أو لأي شخص يريد أن ينتفع في الملاريا ما هي الملاريا الحادة. الملاريا الحادة أخوان إذا بالفحص المخبري في الاستمات البرستينيا ديلسيتي كتاب الإصابة الطفيلية طبعا أكثر من مثال برضو في محاضرة عن وسائل عد الطفيلية إذا نسبة كرات الدم الحمراء المصابة 2% أو أكثر ندخلها بالحالات الحادة. إذا 50,000 إلى 100,000 طفيلي بير لكل ميكروليتر أو أكثر تعتبر حادة. وجود أطوار سيزون أو مراحل النواشط المتأخرة ليت ستيج أوف تروفيزويت أو كليهما في الفالسيفارة في فيلم الدم برضو هذه حالة سيفير. ظهور أعراض متعلقة بعلامات مضاعفات الملاريا في مضاعفات للأعراض مضاعفات الملاريا ظهور أي من هذه أعراض مضاعفات كذلك يعتبر حالة حادة. العلامات الرئيسية لمضاعفات الملاريا
إذكار مشاكل في التنفس أو سواء في الرئتين، فشل في الكبد ويرقان، وتلون الجلد الأصفر، يصير لون الجلد أصفر من اليرقان، صدمة، انخفاض مفاجئ في تدفق الدم، نزيف عفوي، انخفاض السكر في الدم بشكل غير طبيعي، فشل كلوي، تورم وتمزق الطحال وجفاف. النقطة الرابعة اللي بحاجة إلى تعديل، مراقبة طفيليات الدم كل 12 إلى 24 ساعة، هكذا ورد في خوارزمية CDC الأمريكي. يكون التعبير بعد التصحيح كما يلي: مراقبة طفيليات الدم أو العد، طلب فحص عد وتقدير الكثافة الإصابة الطفيلية بعد ساعتين من الجرعة الأولى من العلاج، ويفضل كل ساعتين بعد كل جرعة جديدة من العلاج. المبررات ذكرنا في شريحة سابقة، هذا ستاندرد، انه اذا استفرغ المريض بعد نص ساعة نعيد كامل الجرعة، اذا استفرغ بعد ساعة نعيد نص الجرعة، مما يعني انه بعد ساعة بلش او بدأ ياخذ يمتص الدواء ودخل الدم بلش يشتغل، بعد ساعتين اكيد 100% بكون بلش وله نتائج، فممكن نعرف انه نقيس النتائج هذه. الاسبونس المريض لهذا العلاج اللي اخذه اكيد راح يصير ديكريز، نقص في كثافه الاصابه الطفيليه. طبعا اول فحص بكون ستاندر، لازم مع اول طلب للدكتور لتشخيص هذه الحاله اول تيست بنطلبه يكون معاه الكاونتنج، يكون اول فحص هذا ستاندر، بناء عليه بدنا نقيس او نقارن بالفحوص اللي بعده انها زادت او قلت. المبررات: بعد ساعتين يتم امتصاص الجرعة بالفعل، وبالتالي نتيجة المفعول يمكن أن تظهر نتيجة الجرعة يمكن تبدأ بالظهور. اثنان، عامل الوقت له قيمة كبيرة في الملاريا لتأمين حياة المريض، لأن بعض الخيارات التي قد تكون متاحة الآن بين يدي الطبيب قد تضيع وتفقد بعد وقت قصير، فلا حول ولا قوة. إذا عرفنا وقت بداية دورة السجني الأخيرة يمكننا أن نحدده هذا بالضبط بالدقائق متى نطلب الاختبار التالي لكثافة الطفيليات في الدم. عبد الشرح طويل شوي للإخوان بالفاسبار والفايبر، خلوا بالي الشجرني سايكل كل 24 ساعة، يعني من دخول المريزات إلى كرة الدم الحمراء حتى يصبح شايزان يحتاج إلى 48 ساعة، في النورسي 24 ساعة، في الملاري 72 ساعة. 72 ساعة هذا صار سايزون ناضج بالفجر وبتوزع كمريزتات مفردة وبدخل كرة الدم حمراء جديدة، يبدأ دورة حياة جديدة، وهنا تبدأ مضاعفات الملاريا اللي هي ثلاث مراحل: مرحلة البرودة، مرحلة الحرارة، ومرحلة السيفلينج والتعرض والرشفة والقشعريرة. هذا لو عرفنا المريض احنا متابعينه متى اجته اخر مرة، بنعير بعد 48 ساعة راح تجي الثانية وتبدأ الأعراض. هنا اقتراح، هذا ليس من تخصصي بينما نحن في المختبر ما يعني شيء علاقة في الدم، ففي اقتراح هذا يناقشه الأخوة أو يبحثوه الأخوة الأطباء والصيادلة وأصحاب التخصص. هذا اقتراح مني، نقل كرات دم من إخوان. أنا الآن المريض خليني أعطي مثال بسيط، الآن خلينا نقول إصابته 1%، يعني مش خطيرة، ممكن بعد 5 دقائق تكتمل السجني سايكل في حالة الفارس بارام. إيش معنى اكتملت؟ صار عندي سجنتات تحتوي على 32 ميليزويت راح تنفجر، فكل الميليزويت بده يهاجم كرة الدم الحمراء. هو بدأ بوحدة كرة الدم الحمراء فيها سايزون صار 32، لما ينفجر بده يهاجم 32 كرة جديدة، فالإصابة بدها تتضاعف 32 مرة، فإذا كان 1% راح يصير 32%، إذا 2% خطر فما بالك 32% من كرات الدم الحمراء مصابة وبتغدى على الهيموجلوبين البرسايت. وين الهيموجلوبين؟ وين الانيميا؟ اي انيميا؟ فيري سيفير انيميا. طب انيميا هيموجلوبين، الكبد كيف بيشتغل؟ الكلى كيف؟ كل اعضاء الجسم بحاجه لاكسجين عن طريق الهيموجلوبين عشان العمليات الحيويه اللي بتتم فيها، فراح يتعطل كل شيء.
لذلك نقل الدم انا بعتبره الان دقه الخوارزميه كلها العلاجات الملاريا المضاده للملاريا بانواعها ما ذكر باي حال خاصه حتى بالسيفير اعطاء دم اعطاء دم مهم جدا وبده بحث وانا على اقتراح مني بقدم هذا الشيء وان شاء الله يفيد لانه الملاريا سبب رئيسي لفقر الدم في المناطق الموبوءه وفي اي منطقه مصاب ملاريا معرض للانيميا والخمس انواع بتعمل انيميا طبعا اكثرها طبعا اكيد الفالسيبارم لانه شايزونتو اكبر عدد من مرجتات شايزونتو الملاريا بس الاخريات كمان بتعمل لذلك اقتراح نقل كريات الدم الحمراء في الحالات التاليه فقر الدم الشديد المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبه الطفيليات اكثر من 10% كريات دم حمراء مصابه يفضل اعطائهم دم وهذا بحاجه الى نقاش المرضى الذين يعانون من مضاعفات مثل الملاريا الدماغية سيربرال ملاريا كوماتوز الله يعينه متلازمة الضائقة التنفسية الحادة ومع الخلل الكلوي أو الفشل الكلوي هذا اخواني الالجوريثم بعد التعديل فزي ما حضراتكم شايفين أنا تم التعديل حتى أنا محط واحدة ورا الجارة بس الصراحة لازم 30 دقيقة هم كانت few hours وهنا أضفت كلمة stages كاسبس سبيشيز وهنا أضفنا جدول جايدنس على سيفير أنيميا أنا بقول إذا سيفير أنيميا ملاريا إيش نسوي وإذا نص سيفير عندكم بكذا إيش نسوي هذا الدليل يبين لنا إيش السفير ومتى الغير سفير بعدين اسف انا تحت الكاميرا هنا كل 24 ساعة احنا فضلنا انه يس بعد ساعتين من تناول جرعة العلاج هذا المقترح او الالجوريثم بعد التعديل طبعا انا بتحمل مسؤوليه الكلام اللي فيه كلام علمي مو بحاجه بتفتات يعني احنا مع احترامنا للسي دي سي الامريكي او لاي جهه او مرجع علمي اي شيء علمي مبني على حقائق وثوابت علميه يمكن
مناقشته، وما فيش حد منزه عن الوقوع في الخطأ إلا جل جلاله سبحانه، لا إله إلا هو. وهذا بكون الموديفايد كوبي فور ذا أمريكان سي بي سي. بالنهاية أرجو أنكم تكونوا استفدتوا، وأسف إذا أطلت معكم، ونلتقي إن شاء الله قريبا، وشكرا جزيلا لكم، مع السلامة.